تلتقي بكم سيدة السادة إلى السيمة المتعلقة بالتواصل مع العالم الخارجي، وربما هذه الوضعية أو السيمة أعطتنا مؤشرا آخر، مؤشرا يجب أن نشتغل عليه كذلك، وربما يجب حتى أن نتعرف من شأنه حول تجويد القانون الجنائي، وخاصة على أنه الفترة لا زال القانون الجنائي أو المسطرة الجنائية ما زال فيها نقاش، والباب الثالث من القانون المسطرة الجنائية ربما المعروض حاليا أمام البرلمان، يجب كذلك أن نشتغل من أجل تجويد الباب الثالث من المسطرة الجنائية المتعلقة بالأحداث، وهذه السمات المتعلقة بالزيارة العائلية، واسمحوا لي أن أقدم لكم بعض الأرقام التي توضح الوضعية ديال الزيارة العائلية. 75% استفادوا من الزيارة العائلية خلال فترة تحشيش. 54% من الزيارات العائلية تم إجراءها من قبل العديد من أفراد الأسرة. 36% تم إجراءها من قبل الأمهات فقط. 6% من قبل الأب. 4% من قبل أفراد الأسرة والأصدقاء. مؤشر آخر متعلق بدور الأم ودور الأب في علاقتها مع كبيرها. 77% من الأحداث يترقون زيارات بشكل منتظم. في حين أنه نادر تكون هذه الزيارات بنسبة 18%. بينما 75% لم يستفد من أي زيارات، وهي الفئة التي تحدثنا فيها على أنه ما عدا لا أعلى. 34% من الأحداث راضيون عن الزيارات، 31% راضيون إلى حد ما، و 23% راضيون جدا، و 12% غير راضيين على الإطلاق. تواصل عبر الهاتف، ونعتبره على أنه من الوسائل التي تجعل الحدث دائما متصلا مع العائلة ديالو، مع الإخوة ديالو. تواصل عبر الهاتف، 99% يتصلون بذويهم عبر الهاتف، بينما لم يتمكن حدث الإثنين بسبب الهاتف، وذلك بسبب عدم وجود جهاز هاتفي في الزنزان. 54% تواصلون الهاتفي مع عدد من أفراد أسرهم، و 28% تواصلون فقط مع الأمهات ديالهم، و 11% مع الأسر والأصدقاء، و 3% مع الآباء، و 5% تواصلون مع أفراد آخرين من العائلة. 30% يعتبرون أن المدة المخصصة للاتصالات الهاتفية غير كافية، و 45% من الأحداث راضون عن خدمة الهاتف، و 20% راضون إلى حد ما، و 23% راضون جداً.